اما نيجي للتيل اوف ذا بنكرياس، فنلاقي التيل اوف ذا بنكرياس اهو بي انكلوزد بالتو لايرز اوف لاينو رينال ليجامنت، ومعاهم الارتر اللي اسمه السبلينيك ارتري، وده بينام على الهايلم اوف ذا سبرين. يبقى التيل اوف ذا بنكرياس والسبلينيك ارتري بيناموا على الهايلم اوف ذا ايه سبلين، وهم جوه اللاينو رينال ليجامنت. اما نيجي للبلاد سبلاي بتاع البنكرياس، فلازم نكون عارفين ان البنكرياس على الابر بوردر بتاعته كان فيه السبلينيك ارتري، وهنا كان بيدي بنكرياتيك برانشز، وبين الهيد اوف ذا بنكرياس وبين الديودينام كان فيه سوبيرو بنكرياتيك ديودينال ارتري، وهنا انفيرو بنكرياتيك ديودينال ارتري. بدل سوبيرو بنكرياتيك ديودينال ارتري، انفيرو بنكرياتيك ديودينال ارتري، وبنكرياتيك برانشز اوف ذا سبلينيك اي ارتري. لما نتكلم على البنكرياتيك داكت، ففي مين بنكرياتيك داكت اهي، دي بتقابل الكومن بايل داكت، والاتنين مع بعض بيعملوا اباتو بنكرياتيك امبولا، ودي بتفتح على في السكند بارت اوف ذا ديودينم على الميجور ديودينال ايه بابيلي. في داكت تانية صغيرة اسمها اكسسوري بنكرياتيك داكت، دي بتفتح اباف المين بنكرياتيك داكت على ماينور ديودينال بابيلي، لكن احنا بيهمنا الميجور ديودينال بابيلي، واللي هي بتفتح اللي بيفتح فيها الامبولا اوف فاتر، او اللي بيسموها هيباتو بنكرياتيك امبولا، اللي اتكونت نتيجه اتحاد سبلينيك المين بنكرياتيك داكت، المين بنكرياتيك داكت مع الداكت الثانيه اللي بنقول عليها الكومن بايل داكت.